بهالفقرة رح نكون عم نحكي عن تكريس لتمثال سيدة البحار بمنطقة عمشنيت، وبستنى هلأ استضيف الأستاذ حسان رزق. حضرتك أمين سر تعاونية صيادي الأسماك بعمشنيت. صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا. نحن نتشكركم على الدعوة. نحن أصلا من وجباتنا نضوي على هالنشاطات، ورح نتعرف أكثر اليوم معك عن هالتعاون اللي رح يصير بين مؤسسة ميشيل عيسى للتنمية المحلية وتعاونية صيادي الأسماك بعمشيت. بالأول خلينا نحكي شوي، شو هي، من هي مؤسسة ميشيل عيسى للتنمية وشو أهدافها؟ أهداف مؤسسة ميشيل عيسى للتنمية المحلية هي أول شيء مساعدة أولاد الضياع أنه يبقوا بضياعهم بين جوار، من منطقة لمنطقة. تقديمات مثلا مشروع كبير عم بينعمل اللي هو بلدية عمشيت، مركز للبلدية، عم بينعمل كنيسة مرزخيا بعمشيت، بيساعدوا العيال بمساعدات مادية وتوظيفية وانه يبقوا بأراضيهم الزراعية. يعني هيدي كليتها صار لها شي 11 سنة هاي المؤسسة بتشتغل بهيدا النمط بمنطقة عمشيت وبلاد جبال، انطلاقا من عمشيت اللي هي الضيعة الأم. طب هلا خلينا كمان نتعرف أكثر على تعاونية صيادي الأسماك. تعاونية صيادي الأسماك هي كمان قديمة العهد من 95، هو بحارة من 1935 موجود لبور. هي عملت حفلة نشاطات جديدة، مشاريع إنه تضمن بحارتها وتحافظ على الثروة السمكية والبيئة وتوسع بقور عمشيت. هيدا كليته اكتمل، وكان بالأخير في لإلهم لهودي إني بعد في عدة مشاريع مش رح نفوت بذكرها لأنها كتير كبيرة وكلها صارت منفذة، إنه ربحت الجائزة الأولى بالاتحاد الأوروبي لمسمكة حديثة من ضمن البيئة. آخر شيء كان هو المشروع تبع سيدة البحار. خبرنا أكثر شو أهدافها. أهدافها أنه تضل يمكن الصياد يكون عنده عيش كريم ويضل المهنة عم تستمر. صحيح صحيح، نحن عم نتعاون مع البحارة القادمين تما تنتفي هالمهنة، لأنه البحارة من كتر الفقر والعوز ما بقى، لأنه لا عنده ضمان ولا عنده حياة ولا في بحر نظيف. هذه كانت مشكلة أساسية لإلنا نحن بعمشيت، وعندنا البيئة نظيفة، بحرنا نظيف. حاولنا نحن مع بحارتنا القدامى نجهز، نحن نعلم جيل جديد، نفتح معهد. يعني أنا هون بتشكر وزارة الأشغال، مديرية النقل اللي هي عم بتساعدنا كتير بهيدا المجال، تنضل نترك إنه في بحارة تمارس هاي المهنة، وعم نحاول نعمل لهم مسمك يعود مردودة لإلهم، ضمان يقدروا يستشفوا تيبقوا بهالمهنة، لأنه عم يتركوها ويروحوا على مصالح خاصة. بس خبرتني أنت كمان أنه بتعاونية صيادي الأسماك بعمشيت قدرتوا تعملوا عدة إنجازات مش موجودة يمكن عن بحارة تانيين. مش موجودين، هيدا الإنجازات اللي عملت بتعاونية عمشيت مش موجودين ولا بأي تعاونية، لا على الشط اللبناني اللي هني في 1200 تعاونية بلبنان بين زراعية وسمكية. ولا يمكن يكون في إلا هالتعاونية الأولى بشهادة الوزارات، وهلا اثنين عم بيشتغلوا معنا تنحنا نقدر نعطي كذا تعاونية. كيف نحن بنينا نحن وكادريتنا جمعيتنا العمومية وبحارتنا، هيدا الفكر إنه كيف نحن، ليش فكرنا نحن هالمهنة ما تنتفي، لأنه هيدي عم بتروح معاش موجودة، صار المركب يبقى بالمي بس ما في بحار لإله. هل هيدي جهود ذاتية شخصية او كان في حدا عم يدعم تعاونية عمشيت؟ هيدي الجهود هي انطلقت من رئيس التعاونية فارس ابي انطون ومروان عيسى اللي هن اهليتهم بحرية، وانا حسان رزق كامين سر معهم بكل تواضع. عندي غير المهم البحرية وظيفة تاني، بس هن البحرية الاساس، يعني البحرية. واتفقنا انه نقدر نعمل شيء لبحارتنا، وصلنا بهيدا الحلم من 95، بس ما كنا ولا مرة نتجرأ نقدم. بال 2015 قررنا جدول أعمالنا 12 بند إنه نقدم عليهم كليتهم، نفذنا ال 11 وتقدمنا على الاتحاد الأوروبي، كان بدنا مصاري، ما تقدمنا على مؤسسات محلية، رحنا على الاتحاد الأوروبي لأنه هو قادر يعطينا اللي يكفينا الحلم تبعنا.
وقادرين نعمل معه الاستدامة المستقبلية للاقتصاد لبحارتنا. رحنا لهالنقطة وخدنا الجائزة الأولى بلبنان كله. شو هي أبرز الإنجازات اللي عملتوها لصيادي والبحارة؟ الضمان أهم شيء أكيد. الضمان ببلد مثل لبنان. بعدين بيجي المسمكي. بس إذا بدك للحقيقة للإنجاز المهم اللي هني كل شافوا هول 11 بمحل وشافوا تمثال سيدة البحار بمحل. نحكي عنه بالتفاصيل. يعني رح بحكيك عنه بالتفاصيل. نحن بيجي نائب الرئيس مروان عيسى بصر باجتماع مجلس إدارة وبصر بيقول إنه أنا نحن عملنا كل شيء بس الأساس إنه نحن حاطينه بتمثال صغير بمزار صغير ما عملته للبحارة. نحن بدنا نركب تمثال على 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 سنسول البور لسيدة البحار. فكرة مين؟ مروان عيسى نائب الرئيس. ومروان عيسى ابن بيو بحري وجده بحري من مؤسسي مينا عمشيت. يعني عم خبرك تاريخ كتير اللي هن عملوا المينا الحفروها بحفر. يعني اشتغلوا المينا هن اساسا كبور صغير يساع مركب او مركبين وصار البور هلا اتنيه هو بور بور كانك قادي باوروبا مش بعمشيت. هو من احدث البورات بالطريقه اللي نحن اشتغلناه فيها وبالخدمه اللي عملناها ان كان لمراكب سياحيه او لما نحن بنحلم بالمستقبل انه عمشيت ترجع لتاريخها انه هي كانت شط تبع منطق سياحي تيجي كل بقاع لبنان عليه. عم نرجع نعيده هيدا املنا. ومن وين اجت فكره الشراكه بينكم وبين مؤسسه ميشيل عيسى للتنميه المحليه؟ فكره الشراكه لما نحن فكرنا التعاونيه ما فيها مصاري بتعيش على المساعدات لانه ما في عندها مدخول. فكرنا انه اول خطوه نحن بدنا سبونسر معنا او شريك معنا. انطلقنا اول شيء لمؤسسه عيسى انه نحن بنعرف انه هي بتشتغل بهيدا بمجال التنميه وهن اولاد عمشي. كمان صور البار والتمثال اللي نوضع. نعم تفضل. ايه وهن بمجال التنميه عم بيعطوا وعم يشتغلوا. نحن قصدنا السيد ميشيل عيسى اللي هو رب المؤسسه اساسا واكيد صحيح واللي هي المؤسسه باسمه. هو صديقنا وهو نحن على علاقه كثير جيده فيه. اول شخص نحن طرحنا عليه الفكره هو كانت لقيت اقبال لانه هو كابن عمشيت وبيحب هيدا الوضع كان عنده الاقبال دغري والتجاوب الكلي. وهيك اجتمعنا بنفس النهار واتاخذ القرار معه بنفس النهار وقال انه هو بده يقدم لنا لمشروع تكريس سيدة البحار وتمثالها على سنسول بور عمشيت كل هاي الكلفة ونعمل قداس وتكريس لهيدا المشروع. أستاذ حسان حضرتك قلت لي لكم حوالي سنتين عم تشتغلوا على هالمشروع. نعم. خبرني أكثر عن المشروع. كل الفازات اللي قطعتوا فيها. بالبداية إنه لما انطرحت من البحري نحن عملنا كتاب مجلس إدارة ونزلنا فيه على وزارة الأشغال مديرية النقل البري والبحري وهونيك لقينا إيجابية كتير كبيرة من سعادة المدير العام والوزارة وأخذنا ترخيص بالموضوع. هيدا بالروتين الإداري بياخد نتفة وقت بس أخذنا الترخيص واشتغلنا على هيدا الموضوع وصلنا سنة هلأ اتنين تخلص مشروع التمثيل. مين الأشخاص اللي اشتغلوا على المشروع؟ فارس أبي أنطون ومروان عيسى وحسان رزق. هالثلاث أشخاص أكيد عنا جمعية عمومية وعنا مجلس إدارة وبيستشيرونا ومستشيرون بس فيها ثلاث أشخاص اللي أخذوا على عتقهم إنه هن يكفوا هالعملية. بالتأكيد من بعد ما حكينا مع مؤسسة التنمية لسيد ميشيل عيسى صرنا هلا شركة نحن وياهم بتنفيذ هيدا المشروع. أوكي بدنا نحكي أكثر عن حفل التكريس. إمتى رح يصير الحفل؟ نعم. وشو بيتضمن؟ الحفل اللي بيتضمن هو برعاية صاحب الغبطة البطريرك مرفشارة بطرس الراعي وبحضور راعي أبرشية جبال المطران ميشيل عون. راح يكون القداس ب 17 آب 2017 الساعة 7. عم تمرق الدعوة هلا. راح يكون في فعاليات أكيد. راح يكون في معالي الوزير، رح يكون في سعادة المدير، رح يكون في مطارني، رح يكون في كتير فعاليات ووجهاء ورح تكون الدعوة عامة لكل أبناء المنطقة. رح يكون هيدا
مزار تكريس لسيدة البحار اللي هي شفيعة كل البحار، لأنه ما في حدا بيطلع بالبحر إلا ما بيقول لها يا عذراء بحياتك. هيدا شفيعتنا وشفيعة كل البحارة من التاريخ لليوم. لكن نحن بندعي كل المشاهدين يشاركوا بحفل تكريس لتمثال سيدة البحار، رح يصير بعمشيت ب 17 آب الساعة 7. نعم. نحن أكيد بنتمنى لكم كل التوفيق، وبنتمنى إنه كل التعاونيات الثانية يتمثلوا فيكم تتضل هالمهن موجودة بلبنان ويكون أصحابها مضمونين إن كان ماديا واجتماعيا.